أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة بإيدك تنقذي حياة من أجل رفع وعي الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية، وتستهدف المبادرة تدريب 15,000 رائدة مجتمعية على مهارات تقديم الخدمات الإسعافية الأولية. أولاً يعني بنشكر السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس انتصار السيسي على رعاية هذه المبادرة، ورعاية دقيقة يعني تقريباً هنسلم تقارير كل أسبوع. هذه المبادرة أهميتها في الوصول أو للسيدات في كفور وقرى ونجوع مصر عن طريق تدريب الرائدات المجتمعيات بفرق المتطوعين من الهلال الأحمر على مبادئ الإسعافات الأولية. فعندنا 15,000 رائدة مجتمعية هياخدوا التدريب في مدة 3 شهور، يعني هنخلص ال 15,000 في 3 شهور ونبدأ ننزل على مدار العام باقي كله على مدار الشهور الباقية، فهيبقى المبادرة 12 شهر نقدر نصل إلى 4.7 مليون أسرة بإذن الله. إحنا في المجال ده من سنين السنين من زمان بندي الدورات دي لكل فئات المجتمع. هي أهمية إن إحنا ندي للرائدات المجتمعيات لأن هم أقرب ناس للناس اللي موجودة في القرى والأماكن النائية، بيقدروا يوصلوا لهم بطريقة أأمن وأسهل، فحيقدروا يكونوا سفراء فعلاً لنشر ثقافة الإسعافات الأولية. مبادرة بإيدك تنقذ حياة تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي. احنا فريق التدخل أثناء الطوارئ، احنا عاملين محاكاة لانهيار عقار موجودين، بنأمن المكان الأول، احنا قادرين نخش المكان مفيش أي ضرر علينا، بنأمن المصابين. كل فريق بيتجه لإصابة معينة بيتعامل معها أسماء وتدرب، احنا فرقة كلها مدربة على التدخل أثناء الطوارئ كأداء تقديم إسعافات أولية. وقت ما يكون المكان آمن للتحرك بناخد الإشارة من مدير الفريق أو القائد ونتحرك على الخيم لوجود الإسعاف أو نقلهم للمكان الآمن بتاعهم. احنا النهارده في كفرق طوارئ عاملين محاكاة صغيرة عن ازاي احنا كفرق طوارئ بنتدخل في وقت الأزمات في الحوادث الجماعية لو عندنا أكتر من إصابة، وازاي بنتصرف فيها ونتعامل معها. أنا كنت بداية إن دايما في عادات وتقاليد طبية غلط كتير بالمجتمع بيتعرض ليها، ففي فرق ما بين إن أنت بتقدر تعالج إنسان أو أنت بتلحق شخص، فده اللي خلاني إن أنا أقدر أتطوع في الفريق ده عشان نلحق الأشخاص اللي بيبقوا متعرضين لمواقف خطرة كتير بتزيد من الإصابة بتاعتهم. يحظى ملف الرائدات المجتمعيات باهتمام كبير من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تساهم الرائدات المجتمعيات في رفع الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية تجاه القضايا المجتمعية.